شو اسمك ايه ومنين انت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله. اسمي أم محمد من مضايا ريف دمشق. هل من الممكن أن تصف في صغرك مثلا في أيام أنت كنت صغيرة، أيام سعيدة أيام حزينة، أم كيف كانت حياتك؟ أكيد كانت أيام حلوة مع عائلتي ووالدي الله يرحمه وإخواتي الله يتقبلهم، كانت أيام جدا سعيدة. في 2011 لما الشعب السوري قام بهذه الثورة المباركة، ما كانت مشاعرك؟ أكيد كنت من أول المشجعين للثورة وأول الناس المنتظرة الحراك الثوري بفارغ الصبر. من وقت بلش الحراك الثوري بمصر كنا نتمنى أنه يكمل عنا، سبحان الله، لأنه فعلا أنه لازم الإسلام أنه ينهض ببلدنا. كان كيف كانت حياتك في أثناء الحصار؟ كيف كنت تأكلين تمشين في الشوارع؟ يعني هل من الممكن أن تصفي بتفاصيل على قدر المستطاع؟ لا أنا كنت وضعي بسبت وضعنا إنه كان مستشهد لي أخ تاني ما له فترة وكان وضعنا شوي سيء، إنه كان إنه كمان نحاول نساعد قدر المستطاع. يعني سبحان الله أنه كان وضعنا نحاول نساعد النازحين، جابوا قسم إجباري من برات البلد وحطوه بقلب البلد، كل عائلة إنسان عم بيجاهد كان أو عم يقاتل أو ضمن الحصار يجيبوا عائلته ويضموها لقلب البلد لقلب الحصار، نعملوا مثل سور ضيق على بلدنا. ونحن منطقتنا الجغرافية كتير 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 إنه بسبت المنطقة قدروا إنه يحكروا هالعال، إنه الناس كلها برقعة صغيرة جدا حوالي 2-3 كيلومتر، يعني كانت رقعة مضايا كلها مو أكتر من هالمساحة. كيف تم الحصار حول بلدك؟ الحصار هلأ هني الحصار سبحان الله ما إجا وليد يوم وليلة إنه مباشرة حاصروا البلد، بلشوا يضيقوا الخناق أول بأول، يعني بلشوا حواجز عن بعد 20 كيلومتر، بعدين 10 كيلومتر، بعدين بلشوا الحواجز ضيق شوي شوي، يكثفوا الحواجز حول البلد، بلشوا انه يدرسوا جغرافية البلد ويحطوا نقط على مواقع حامة بالبلد لحتى قدروا بالنهاية يعني بنهاية المطاف يسكروا كل منافذ البلد. سبحان الله، يعني الحصار ما اجى وليد يوم وليلة، اجى وليد سنتين ثلاثة هني عم يدرسوا ويزيدوا كل يوم، كل انه يوم وليله حاجز جديد نقطه جديده لحتى بالنهايه وصلوا لدرجه الحصار الخانق اللي وصلنا له يعني بالبلد مضايا. هل شعرت بالخوف حينما سمعت تم الحصار؟ والله سبحان الله، دائما نقول انه في ايه بالقران وان مع العسر يسرا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان وقت يجي بعسر يبقى مبسوط انه في بعده يسر، وقت يجي بيسر يبقى خايف انه في بعده عسر. بهالسبب انه تحس انه سبحان في امل، سبحان الله، يعني دل انه عندي تفاؤل ببكره انه ربنا رح يختار لنا الاحسن ان شاء الله. وين كان الجيش السوري؟ نحن بلدنا بيقع بين سلسلة جبال لبنان الشرقية وسلسلة جبال لبنان الغربية، بين سلسلتين جبال. مضايا كانت بين سلسلتين جبال، مضايا كانت بسفح الجبل. هلا بالمنتصف في السهل مضايا، هلا السهل صار مع النظام. مضايا دلت مثل بلدة حوالي مساحتها 3 أو 2 كيلومتر، وحواليها النظام عمل مثل سجن، أسلاك شائكة وألغام وحواجز، نقط حواجز. متى تزوجتي؟ تزوجت ب1/2/2016 تقريبا. طيب هذا وقت الزواج كان أثناء الحصار؟ أكيد. لماذا تزوجتي في أثناء الحصار؟ ما كانت الفكرة وراء ذلك؟ هلا أنا كنت متزوجة وزوجي إنه منفصلة، وبعدين سبحان الله كانت ضمن الحصار تعرف علي زوجي وتزوجت أنا وياه.
أبو محمد. نعم. لماذا تزوجت أم محمد؟ هذه سنة الكون. يعني تزوجت لأني أنا كنت مطلق قبل فترة وحصلت على سألت عليها طبعاً لقيتها هي البنت المناسبة وتزوجتها وأبوها كان صديقي طبعاً وهي من عائلة محافظة ومن عائلة مسابرة بالثورة يعني هذا اللي شجعني طبعاً وزوجها القديم طبعاً هي كانت متزوجة سابقاً واعتقلوا النظام وصفوا النظام يعني فقلت هي الأنسب بالوقت اللي أنا كنت عم دور فيه على زوجة يعني الآن أريد أن أسألك عن يوم أنت كنت تمشي في الشارع مع زوجك ثم شيئا ما حدث يعني القناص ضربت بالنار هل من الممكن أن تصفي ما حدث؟ من البداية سبحان الله أنا كنت كتير وقت يصير عندنا دائما نحن قذف وقنص وطيران ويعني عندنا البلدة إنه إنسان إذا قاعد ضمن غرفة بيته بده يقنص يصيبه يعني كتير كان الوضع إنه مأساوي بس ما هيك كنت أنا ما أخاف يعني ما كان عندي هالرعب إنه بخاف من الرصاص أو من القنص إنه عندي هاليقين بالله بس بوقتها حسيت حالي بدي أنقنص سبحان الله كان عندي هالشعور زايرة عند والدتي وماشي أنا ويا إنه على البيت على باب البيت سبحان الله قبل يعني أنا وطالعة من عند والدتي ودعتها غمرتها وبستها لوالدتي ودليت ماشية فعم يقول لي بسرعة إنه مشي بسرعة بسرعة في منطقة مكشوفة كتير علينا عم قلها بس خفي رجلك شوي يعني استعجلي شوي هون بالمرحلة فقلت له هلا اذا انقنصت يعني حتتركني وتمشي بدك تستعجل انه تسبقني قلت لك يا بنت الحلال مو اتركك بس الوضع يعني ما فينا بدنا نخفها شوي والله استعجلنا قبل ما نوصل لباب البيت بمترين وبدنا نفوت على البيت سبحان الله انقنصت سبحان الله يعني رصاصه ماشي انا بحازاته يعني اشت رصاصه سبحان الله برجلي الآن أنت كنت في حصار وقد قتل أخوك ثم أخوك الثاني ثم أنت ضربت بالنار والألم شديد هل دخل قلبك أن ربما هذه ثورة غير مستحق على كل هذا التعب ومأساة هل ما كان مشاعرك؟ لا الحمد لله سبحان الله لحد الآن يعني ما عندي ندم ولو 1% أنه طلعنا بثورة أو مشينا بثورة لأنه بالنهاية هي كلمة ربنا هو إعلاء لكلمة الله وهي الثورة كلها يعني هي تجهيز لأمر عظيم من رب العالمين إن شاء الله وأمر إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونشر دين الإسلام الصح بين العباد عندنا أمل بالله يعني رغم كل شيء صار والمعاناة والألم والحصار والجوع والفقدان والحرمان وكل شيء صار فينا بحس إنه ربنا رح يختار لنا الأحسن إن شاء الله يعني ما مستحيل إنه للحظة توصل بقلبي إنه ليش طلعت بالثورة مستحيل إن شاء الله ما هذه قطعة أرض؟ هاي قطعة أرض مقدمة من هيئة تحرير الشام وأحرار الشام إلى مهجري مضايا بعد الحصار اللي صار في مضايا والحصار الخانق تم إجلائنا من مضايا فجينا لإدلب ما في مأوى للناس فوجدنا هاي الأرض طلبناها من الفصائل فقدموا لنا إياها وإن شاء الله نحاول نساعد الناس ونجي نسكن فيها إن شاء الله فالآن أريد أن أسأل زوجتك الآن أنت في أرض جديدة وتركت بلدكم فما مشاعرك؟ يعني هل أنت تشعرين بالحزن بالسعادة فرصة جديدة أم ماذا؟ أكيد سبحان الله والحمد لله أنه نحن هجرونا وحاصرونا وأذونا كتير وقصفونا
انه ما تركوا اي وسيله انه عذبونا فيها، بس بالنهايه هي كانت يمكن تهجيرنا من بلدنا هو اصعب لحظات مرينا فيها. بنقول الحمد لله يعني بالنهايه انه لقينا ارض انه نسكن فيها ونلم اهل بلدنا فيها، لانه كثير عم يعانوا هون من الظروف ومن الوضع المعيشي ومن سوء الاوضاع، يعني خصوصي انه طلعوا بس بالثيابهم ثياب اللبس. بس سبحان الله يعني في غصب، لانه بالنهايه حكم التهجير مو سهل الانسان يترك بلده وارضه وبلد ذكرياته، يعني بالنهايه كل انسان بلده عليه غالي. بس بنقول الحمد لله ان شاء الله الله يكتب لنا حياه جديده وفرصه جديده للحياه، يعني بدل الانسان عنده امل بالله، ومن ترك شيء لله عوض الله بخير منه.